شوف بقى، الحرب شرسة وأمر مقيت بشع. هل هناك بوارق أمل؟ دائما في أمل على رأي الست فيروز. إيه في أمل أو لا؟ أو أوقات بيطلع من ملل، مش كانت بتقول كده؟ طيب، في عندنا في ظل هذه الحرب الشرسة، واللي أنا حتى ما بحبش أسميها حرب، في ظل هذه الإبادة الجماعية المطلقة بتواطؤ دولي بل وبموافقة بسبب الإرهاب الصهيوني الحقير، يلا حذف واميت، نزل بقى على اليوتيوب بقى معلم، ونزل على إكس، ونزل على تيك توك، هذا الإرهاب الصهيوني الحقير. تيجي مبادرة معتز وصلاح لتحدي الصعوبات داخل الخيم. آه والله، تعالى ناخد صلاح سلمي وهو معالج وظيفي، وأنا عايز قبل ما نتكلم مع صلاح أنا عايز بس نعرض فيديو نشوفه، وهنرجع بس أشرح لك إيه اللي بيحصل ونتكلم مع صلاح شوية. ممكن نعرض الفيديو يا جماعة؟ يلا بينا. طيب حضراتكم شايفين أخ، للأسف الشديد هذه الإبادة، هذا الاعتداء السافر السافل الحقير المنحط أدى إلى ما أدى إليه، بتر في الساق زي ما حضراتكم شايفين. طيب بيعملوا إيه بقى؟ يبدأوا يشتغلوا على إن هم يعملوا طرف صناعي، جهاز تعويضي بسيط بأبسط خامات ممكنة المتاح. يعني هيعملوا إيه؟ هم في إيديهم إيه؟ يقدروا على إيه؟ ده المتاح. أجزاء من مواسير بي في سي، شاش، قطن، ويقعدوا يفكروا وهنعمل كده وما إلى ذلك، علشان نقدر قدر الاستطاعة نعالج مصابينا جراء هذه الاعتداءات الوحشية من الكيان الصهيوني المحتل الذي يمارس أوقح وأبشع السياسات. معايا على التليفون صلاح سلمي معالج وظيفي. أهلا بيك يا صلاح. أهلا بيك. أهلا بيك. عامل إيه حبيبي؟ أخبارك إيه؟ والله الحمد لله، أين يعني نتعايش مع الظروف وأمور السيئة في قطاع غزة. بدنا نعيش يا صلاح، بدنا نعيش. أكيد لازم نعيش. طيب قول لي بقى، أنتوا بتعملوا إيه؟ والفكرة جت منين؟ وبتقدروا إزاي إنكم يعني تعملوا هذه الأطراف أو هذه الأجهزة أو الأطراف التعويضية يعني؟ هي الفكرة أجت، أنا تم اتفاق علي من الممر الآمن لعدة 47 يوم داخل الأراضي المحتلة تحت أثر التقييد، فكان الأمر كثير صعب إن أنا أكون مقيد. لما طلعت صار نظرتي للمجتمع إنه الأشخاص هذول اللي ما عندهم قدرة على الحركة إنهم كثير مقيدين. فكيف كان طار الفكرة إنه حل التقيد اللي هم موجودين فيه، بدينا نفكر طب هاي الشخص كيف بده يعني يصل للمية، كيف بده يعني يتعايش في الحياة. المتوفر في قطاع غزة يعني أشياء بسيطة، يعني كنا في بيوت من بطون أصبحنا تصدر لنا بعض الأقمشة. بدينا نفكر إنه ممكن هاي المواسير ممكن قابلة للطي، ممكن تتوسع، ممكن تنعمل منها صنبات. معايا اخويا عبد الله سلمي، هو في مجال الاطراف الصناعيه، بلشنا نبلور الفكره بشكل سليم. بدا عمليه التنفيذ، الحمد لله عملنا الطرف باستشاره وبتنفيذ عبد الله.
والحمد لله بدا الشخص يعني يقدر يقف عليه، كان عنده في تليف في ايديه، وهي يعني معاناه بعانيها مش شخص واحد بل العديد. ما في معدات تيجي من يعني من الخارج لقطاع غزه، قطاع غزه وضع صعب جدا، هي يعني مرحله كثير صعبه، حتى انه الاشياء هاي البسيطه كمان يعني اصبحت نادره حتى في في الاسواق. فعليا هذا اللي احنا قدرنا يعني نوصل له، لكن في يعني الامكانيات مش موجوده، فيش ورش يعني هذه داخل خيمه عفوا. ده هي المشكله الاكبر كمان يا صلاح، انه واحدة واحدة شوية بشوية هذه الخامات ممكن تبقى معدومة مش موجودة. أكيد أكيد هذه يعني تتلاشى، يعني هاي يعني يعني من النادر لما نلاقي يعني نتصادف بهيك شغلات فعليا. قدرتوا تساعدوا كم حد يا صلاح؟ احنا حاليا اثنين بدينا نساعدهم. الاثنين هذول بنشوف يعني قديش قدرتهم على التحمل، الحمد لله الطرف ما عنده يعني ما وجد وجود ألم لهم، كان الطرف يعني في نوع من الصلابة نوعا ما مش شغلتهم فيه، هذا يجي مقر يعني مش يعني احنا قادرين نقدمه، يعني هذا يعني ابلغ عطاؤنا الفعل الحالي، يعني كان بودنا نقدم للناس افضل ما يكون بافضل المعدات بافضل الاطراف، ولكن كثره الحالات كثره قله المواد الكادر يعني حتى نشتغل في خطر، يعني مخاطره لما بدي انتقل من مكان لمكان هاي فيها مخاطره، هاي يعني بنواجهها كمان كمشكله طبعا. ادوات نتمنى انه يكون في اهتمام لهاي او توقف هاي الحرب، لأنها هاي مشكلة أثرت علينا جميعا في قطاع غزة. صحيح صلاح، قلبي معاك، ما عنديش حاجة أقدر أقولها لك أكتر من كده. كل اللي نقدر نعمله إحنا في مصر هي إن إحنا هنستمر طول الوقت الدولة من ناحيتها وهي تعمل على هذا الملف تحديدا، إنهاء هذه الحرب، إنهاء هذه الإبادة، وقف إطلاق النار، تمرير المساعدات أو نفاذيتها الكاملة. احنا واقفين وقفة يعلم الله سبحانه وتعالى ان ما فيش حد واقفها قدنا، ده بجد يعني. احنا عموما كشعب مصري، احنا كمجتمع، احنا كاعلام، كصحافة، احنا معاك وبنتابع وبنحاول وبنحاول نظهر الصورة قدام العالم، العالم كله يعني. اشكرك جدا يا صلاح. صلاح سلمي يمكن هو واخوه زي ما كنا بنتكلم بيحاولوا يساعدوا قدر الاستطاعة، مواسير بي في سي، قماش، قطن من هنا، شاش من هناك، بواقي مطهرات إلى آخره، ونقدر نحن نعمل طرف صناعي عشان خاطر الناس المصابين دول يقدروا مجرد أنه يقدر حتة خشب عشان يقدروا بس يتحركوا شوية.